السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أما بعد، أيها الأحباب، الدنيا دار اختبار وهي دار ممر، والآخرة دار جزاء وهي دار مقر، لكل نبأ مستقر، ودوام الحال من المحال، وسبحان من يغير ولا يتغير. وتلك الأيام نداولها بين الناس ثوابت عقدية نعيش عليها ونحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها يوم القيامة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قضية ومعادلة، قضية ومعادلة نحتاج أن نذكر بها، لأن القرآن تولى التذكير بها كثيرا. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهيد عليهم وما تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم، وهو الذي قد قصر. أين عاد؟ أين إرم ذات العماد؟ أين الذين جابوا الصخر بالواد؟ أين فرعون ذي الأوتاد؟ طحنهم الدهر بكلكله، وأبلاهم بتطاوله، فلم يذكرهم ذاكر ولم يزرهم زائر، وسبحان من له الدواب. لابد أن نستشرف التاريخ ونشوف الصفحات اللي طويت قبل ذلك، طويت على مين وختمت على ايه، طويت على مين وختمت على ايه. انظر كيف يختم الله له حتى لا تغتر ايام نؤمن بهذه اللحظة. واملي له الناس بتبص للنعمة والمبهة والعنطزة اللي فيها منحرف او فاجر او ظالم في فترة ذهب مقررة في علم الله، إنها فترة المهلة، فينظر إلى القضية برمتها في فترة المهلة، فينظر إلى هذا المنحرف ويتحسر على حاله ويقول يا سلام، هي دي الناس اللي عايشة. نقول لهؤلاء العبرة بالخواتيم، العبرة بالنهايات. حينما خرج قارون على قومه في زينته ولم يصغ لنصح الناصحين، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح، لتغتر بمالك، بقوتك، بجاهك، بقربك من فرعون، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. بص لآخرتك، انت عبد وراجع لسيدك ومولاك، هتروح فين منه يا مسكين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. خلي بالك يا قارون، أنت بتفسد في الأرض بنعمة الله التي أعطاها لك. قال إنما أوتيته على علم عندي، ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ألم يقرأ التاريخ؟ ألم يشاهد الموت وقد حصل من قبله من القرون؟ نسي أو تناسى؟ وأنا أثبت لكم إنما الأقوى وأنا الأعلى وأنا لنا نعمة لا تزول ولا تنتهي. افرشوا الحرير وهاتوا العبيد على الصفين، وجهزوا الموكب ويا كاميرات صوري ويا اللي ما شفتش شوف. فخرج على قومه في زينته علشان يخلع قلوب الضعفاء ويكسر قلوب المحرومين.
فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. حكموا على المشهد في لحظة استئساد الباطل وانتفاش قارون. قالوا بس هي دي الناس اللي عايشة، هم دول أصحاب الحظ المحظوظين، إنه لذو حظ عظيم. الذين يقرؤون المشهد كاملا العلماء والذين أوتوا العلم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ما تستعجلش، استنى هنشوف هترقص معاه على ايه. ويلكم ثواب الله خير لمن تاب وآمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فحصل ايه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. حد نفعه؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ولا حد دفعه ولا حد نصره. هاتوا بقى اللي رفعوا التقرير الاولاني في وقت العز والابهه والمال والفلوس. تعالوا يا اللي قلتوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. ايه رايكم في النهايه دي؟ هتبقوا مبسوطين لما تكونوا معاه يتجلجل في الارض خصا الى يوم القيامه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كأنه اختبار، يعني كأنه اختبار وإحنا عوفينا بهذا الاختبار. كأن الفلوس والزهو والعنصزة والمال كانت بلوى عليه وإحنا مش واخدين بالنا. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ليه؟ لأن دول بيفهموا متأخر. المؤمن يرى الفتنة وهي قادمة فيأخذ حذره منها، أما الغافل فلا يدري حتى تدهسه الفتنة وتأكل منه وتشرب ثم يفيق بعد فوات الأوان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من المرحومين السعداء ولا تجعلنا من المحرومين التعساء. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.